السلام عليكم خوتي، تحياتي كل أبناء وطني الغالي من الشمال إلى الجنوب ومن الشرق إلى الغرب، بلا ما ننساو خوتنا اللي في الغربة. قبل ما نتكلموا خوتي على موضوع اليوم، حبيت نتكلم على الفضيحة نتاع الناس والجاوب الناس، فضيحة تاع تعاد المقابلة تاع غامبيا، ونجاوب الناس اللي تقول باللي يا ولدي لعبنا مقابلة كبيرة ودورنا البالون، والشباب نتاوعنا والشبيبة وليجان دوروا بالون. يعني ان هذا الفيديو اليوم كبداية، قبل ما نتكلم على الموضوع اليوم نبين لهم ونوضح لهم باللي راهم غالطين. اول شيء خوتي، اول حاجة هاو ترتيب تاع الفيفا، هذا هو ترتيب الفيفا. احنا لعبنا مع غامبيا، هاي غامبيا ترتيب نتاعها 166. اذا لعبنا مع اضعف منتخبات في القارة السمراء ان لم يكن هو الضعيف فيهم. جنوب السودان، جنوب السودان اللي استقلت، اللي دات حكم ذاتي عندها عامين ولا واش كانوا، داروا بانون داروا اتحاديه، مرت في الترتيب نتاعهم 164 164 وغامبيا 166. علاه كنت نقول باللي التعادل هذا راح يضر المنتخب الوطني وراح يضره، صح راح يضره ويأثر عليه كثيرا كثيرا. علاش؟ بالطريقة بالتعادل هذا مع المنتخب هذا تاع ضد غامبيا من محتل المرتبة 166 في تصنيف الفيفا، راح يهبطنا للمستوى الثالث او الرابع في قرعة كأس افريقيا، وهذا الشيء اللي راح يضر المنتخب الوطني وراح يحطه في مجموعات صعبة. هذا كجواب للناس اللي تقول رانا دورنا بالون ورانا لعبنا وانتم تكرهوا المحليين. اذا هذا التعادل راح يضر المنتخب الوطني في قرعة كأس افريقيا بمصر، لانه لعب ضد خصم من اضعف الفرق في افريقيا. مرتبة 166 على مستوى الفيفا، سنغافورة احسن منه. هذا جواب للناس اللي تقول باللي راك تكره المحليين والمنتخب لعب مليح، هذا هو جوابي للناس اللي تقول المنتخب العب مليح. هذا كجواب للناس اللي تنتقد فينا وتكتب لنا وتكتب التعليقات راك تكره المحليين وتضرب الشيتان للمغتربين. اللاعبين اللي قدموا مستوى مقبول هما ثلاثي البيناسيونو، وهذا العالم كامل شافها، العام والخاص يعرفها، ماهيش قضية شيتا ولا نكره المحلي. انا المحلي ما عنديش حسب بري نكره بها، الا المستوى المحلي اللي يتقوقع في بلاصتو وما يحترفش في الخارج، هذه حقيقة منش عنسكت عليها. اما البيناسيونو اللي تألقوا ثلاثي معروف بالناصر ادم والناس ومهدي عبيد، هذا الثلاثي اللي تألقوا واللي جماعة بلاطوهات قالوا لنا باللي ما حبوش يتكلموا عليهم، تكلموا ممكن على والناس، والناس اللي حابينه هما على جهة ضد محرز. لكن انا بالنسبه لي والناس خليفه محرز، صح، والناس احسن بديل لمحرز، وي صح. اما بالناصر اللي ما حبوش يتكلموا عليه، اللي مد الباس ديسيزيف، اللي كان كيما النحله يدور في الميليو، ما تكلموش عليه وما يحبوش يتكلموا عليه. ايضا مهدي عبيد اللي بصم على مكانه وبانت باللي بلاصتو بالسيجار، ما حبوش يتكلموا عليه، بل بالعكس لاموه لاموه لانه ما باقي يلعب في الاوفنسيف وما خلاوش بداوي يروح يسجل. انا نعرف حاجه، قلت انا بداوي باللي راهو انيستا، انا نعرف انيستا كي كان على ديدانو وكي كان يلعب في المنتخب الاسباني وكي كان يلعب في برشلونه، انيستا يقبضها من السونتر يدي زوج ثلاثه ويمركي، هذا وسط الميدان وهذا هو انيستا اللي نعرفوه. بصح بداوي ما دار والو، كان هو احسن مثال على سويغلاس، كنتوا تقولوا على بن طالب سويغلاس، البداوي كان سويغلاس مع منتخب محتل 166 في الفيفا في العالم. وقلتوا عبيد لازم ترجع
تلعب سوي غلاس باش بداوي يروح يسجل. يعني تجيبها منها ادروات يجوك اغوش، تجيبها اغوش يجوك ادروات. كي كان يلعب بنطالب قلت له يلعب سوي غلاس، وكي يلعب عبيد في الاوفونسيف قلت له لا لا لازم يلعب سوي غلاس. هذا كل باش ما تقولوش باللي لاعبين لاماسيا فشلوا فشل ذريع، وبان المستوى نتاعهم مع منتخب مرتب ومصنف في الفيفا 166 166. هذه هي سنغافورة احسن منه. موضوع اليوم خوتي هو المقابلة الودية للمنتخب الوطني ضد شقيق المنتخب الوطني التونسي، ضد شقيق المنتخب التونسي. هذه المقابلة مهمة ايضا للمنتخب الجزائري من ناحية تصنيف الفيفا، ايضا من ناحية تجهيز اللاعبين وتحضير المنتخب للمنافسات الافريقية لكأس افريقيا بمصر. المقابلة هذه سوف تعرف مشاركة اللاعبين اللي بصفة أساسية سوف يكونون في قائمة النهائية والقائمة للمشاركة في كأس افريقيا بمصر. يعني المقابلة هذه سوف تعرف مشاركة اللاعبين لاحتمال كبير يكونوا هما ال11 تيب اللي راح يلعب بهم بالماضي في القاهرة، من بينهم في غولي محرز بالرحمة ممكن احتمال كبير، ماندي عطال، يعني بنجاح. هذه يعني القائمة اللي نوع أساس تقدر تقوله 90% أساسية. هذه من بين هذم اللاعبين اللي راح يلعبوا مقابلة تونس. من جانب الآخر المنتخب التونسي سوف يعرف غياب ألمع العناصر وأحسن العناصر بالنسبة للمنتخب التونسي. من بين هذم العناصر المهمة لاعب سانتيتيان وهب الخزري، القطعة الأساسية في المنتخب التونسي. أيضا غياب الياس الصخيري لاعب مونبيلي وسط ميدان مونبيلي. أيضا دايلان براون لاعب مدافع الأيمن ل غانك البلجيكي. يعني هذم العناصر، خاصة وهبي الخزري اللي متألق هذا الموسم مع سانتيتيان ووسط ميدان هجومي هداف. يعني هذم ثلاثي ثقيل للمنتخب التونسي، يعني ثلاثي نجوم المنتخب التونسي. الياس الصخيري أيضا وسط ميدان دفاعي من اللاعبين المميزين في الدوري الفرنسي. إذا ما ننساوش ايضا المنتخب التونسي مصنف من 30 او اقول 25 تصنيف الفيفا الله اعلم. يعني المنتخب مش سهل رغم انه غياب المع النجوم، غياب المع النجوم يبقى مقابله مهمه ويبقى خصم قوي. المنتخب التونسي يبقى خصم قوي رغم قلنا راهو كاين النجوم هذ الثلاثه اللي همش ماهمش يلعبوا بسبب اصابات، وهما اللي خلاو يعني نوعا ما المنتخب التونسي نوعا ما يضعف، لكن يبقى منتخب محترم عكس منتخب غامبيا اللي قلنا لكم. كنت تمنيت انا مادام احنا نجربوا لاعبين البطوله، تمنيت لو بالماضي يجرب لاعبين يلعب وفاق سطيف ولا يلعب لاعب تاع الثوره ولا يلعب تاع السياسي، كنت متاكد يربحوا يفوزوا عليهم بسهوله بسهوله. لكن مانيش عارف انا اسكو بالماضي حاب يجرب، حاب يسكت الافواه هذه تاع البلاطوهات، تحوسوا على بداوي وتحوسوا على نعيجي وتحوسوا على واسمو لوصيف، هاني نلعبهم لكم لوصيف وشوفوهم. وممكن من جانب اخر تخلى معاه الله اعلم، احنا ما نقدروش نعلموا الغيب. الايام القادمه باش نكمل هذه الجمله المفيده ياسر، الأيام القادمة سوف تجيبنا على العديد من الأسئلة. الأيام القادمة يكون فيها نوعا ما قائمة نهائية، ويكون فيها سبب استدعاء هذا من اللاعبين. إلى هذا من اللاعبين كاينين في القائمة النهائية، يعني باللي جمال بالماضي دخل في الصف ويلعب باش يديو ستاتيو انترناسيونال، راهو يجازف بالمنتخب الوطني. إلى هذا من اللاعبين ما همش كاينين في القائمة النهائية، يعني انه جمال بالماضي اسكت الافواه
التي تنادي باللاعب المحلي ولاعب لاماسيا والباك ولاماسيا وزاتشي بريزيدون لازم يلعبوا ولاماسيا عندها النجوم ونعيشي هداف خير من بلفوضيل وبوداوي خير من بن طالب وخير من بن طالب سويغلاس وخير من العديد من اللاعبين وبلايلي ايضا اللي كسروا لنا راسنا قالوا لنا يا ولدي بلايلي خير من ابراهيمي ابراهيمي ما يدير والو وبالرحمه ما يدير والو. انا تمنيت هذا من اللاعبين يلعبهم في ماتش تونس لكن معليش مع اضعف المنتخبات الافريقيه ما داروا والو تروا باس ما داروهاش كثر خير البيناسيونو اللي داروا تروا باس والتروا باس العالم شافها شاف بن ناصر اللي مد البالون لو تمنيت انا خرج بن ناصر وعبيد والناس وخلوهم يلعبوا خلوهم يلعبوا نشوفوا المردود نشوفوا المردود تمنيت راه عبيد هو اللي خرج ولا والناس وخاصه انه عبيد وبن ناصر تمنيتهم لعبوا شوط وخرجوا ونشوفوا ودخلوا لنا بن خماسه اللي مش يلعب في الفيليكيب نتاعو ونشوفوا المردود نتاعها معليش. المهم هذا درس صورة اتضحت باللي لاماسيا يبقاو في لاماسيا ما عندنا من ديروا بهم يبقاو في لاماسيا النهار اللي يحترفوا في اوروبا ويبانوا في اوروبا هذاك الوقت كي تقول نجيبوهم مقبوله كي تقولوا نجيبو نسيوهم مقبوله مادام انا ما انا اصلا ما نعترفش بالبطوله هذه الجزائريه للاسف انا ما نعترفش بها اذا ما تسوقوناش وتبيعونا الوهم الوهم انكم تبيعونا لاعبين يلعبوا في البطوله الكرتونيه وتقولونا واحد هداف اسكو تقارنوا حاجه اللي ما تقارنش يعني تقارنوا بطوله واد كنيس ببطوله البوندسليغا عيب المقارنه عيب. في الاخير خوتي ملاقاتنا مع مزيد من الفيديوهات والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.